طيب تعالوا بقى نروح على وزارة التموين، الوزارة اللي بتأكلنا يا جماعة، دي وزارة مهمة جدا قوي خالص. قررت وزارة التموين مد فترة تسجيل رقم التليفون المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية لحد نهاية سبتمبر اللي جاي بإذن الله. لأنه كان لو تفتكر آخر ميعاد للتسجيل كان 30 أغسطس اللي احنا فيه ده، إلا أنه الوزارة خدت قرار بمد الفترة إن شاء الله لحد نهاية سبتمبر اللي جاي. طيب ليه؟ عايزين نيسر على المواطنين، ليه؟ عايزين نديهم فرصة كمان تمكنهم من هذا التسجيل. كمل معايا أنت واقف ليه؟ آه روح سجل رقم التليفون بتاعك كده، خليك راجل نشيط، تمام؟ طيب طبعا ده لكل من تلقى الرسالة بتاعة بون الصرف أنا آسف بتاع الخبز المدعوم، وتفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول مع استمرار فتح موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم المحمول. أنت خسران حاجة لما ندخل المحمول؟ أنت مش دافع حاجة يا راجل، بس هتبقى بتجيلك الرسالة وهيبقى دايما في عندنا إيه وسيلة سريعة للتواصل معاك، تحصل حاجات حلوة نبلغك نظبطك إلى آخره. ده اللي عايزاه الوزارة، مفيش حاجة لما هتسجل رقم المحمول محدش ياخد منك حاجة، ما تقلقش، حاجة ببلاش كده يعني. بما انه بنتكلم لسه حتى من شويه بقول لك بلد طول الوقت بتمد فيه مظله الرعايه الاجتماعيه بتاعتها، هذا البلد وتحديدا بعد الزياره اللي اقرها الزياده اللي اقرها الرئيس للاسر الاولى بالرعايه، اتعملت ضوابط جديده لصرف السلع التموينيه خلال سبتمبر. وما هي تلك الضوابط؟ نفهم من المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة بوزارة التموين. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يوسف، ازاي صحتك؟ ازاي الحال؟ كله تمام؟ اهلا وسهلا بالقناة الاولى، منور حضرتك الدنيا كلها. يا مرحب بالتموين، يا مرحب. الله يرحمك. قول لي يا باشمهندس عادل، ايه هي الضوابط الجديدة اللي تم اقرارها؟ هو زي ما سعادتك ذكرت كده بالضبط، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حزمة من الإجراءات الحماية الاجتماعية التي سيتم تنفيذها اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل من 1/9 إن شاء الله. حلو. ولمدة 6 شهور متواصلة. هي إضافة 100 جنيه إضافية للبطاقة الدعم التمويني، البطاقة اللي بتضم عدد من الأسر من أسرة واحدة. حلو. ويبلغ عدد البطاقات اللي بتضم أسرة واحدة 7,657,178 مليون بطاقة أو أسرة. حلو. أما البطاقة ذات الأسرتين إلى 3 أسر دي هيتم دعم اضافي مقداره 200 جنيه اضافيه للبطاقه، ودي عددها بيصل الى 332,428 بطاقه. ماشي. اما البطاقه ذات الاكثر من 3 أسر هيضاف ليها 300 جنيه اضافيه، وعدد هذه البطائق بيصل الى 926 بطاقه. وبالتالي يكون عدد المستفيدين حضرتك لو حسبناها كده حسبة بسيطة هنلاقي ان عدد الاجمالي المستفيدين اكتر من 36 مليون مستفيد من هذا الدعم الاضافي او المنحة الاستثنائية التي وجه بها فخامة الرئيس للأسر المستحقة والاكثر احتياجا. 36 مليون مستفيد ولا 36 مليون بطاقة؟ 36 مليون مستفيد. اوكي. والتكلفة الشهرية هتبلغ لهذه الزيادة حوالي 833 مليون جنيه شهريا. شهريا. شهريا، بالإضافة للدعم الشهري اللي بيصرف لعدد 64 مليون بقى مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة، ويصل إلى 3 مليون جنيه 3 مليار جنيه شهريا. احنا ما بقيناش نعرف رقم المليون ده كله بالمليار خلاص. 3 مليار جنيه في سنوي بيوصل الى 36 مليار جنيه سنويا. ايوه. يبقى معنى ذلك ان الزياده اللي هتتم دي ان شاء الله من 1/9. طيب نقدر نقول في حاجتين مهمين قوي زي ما ذكرنا التفاصيل بالنسبه للعدد البطاقات وعدد الاسر والمقدار الدعم المالي اللي بيصل الى مليار جنيه اضافي بال 3 مليار اللي بيتم صرفهم شهريا. تم زيادة عدد السلع المضافة في قائمة السلع التموينية اعتبارا من 1/9 بخمس سلع أخرى
إضافية، وهي تتمثل في الدقيق المعبأ، المربى بجميع أنواعها، التونة المشتتة 140 جرام، الطحينة البيضة، المثل النباتي، بالإضافة للسلع السابقة اللي هي الاستراتيجية، وكان يبلغ عددها حوالي 25 سلعة، وصل حوالي دلوقتي 30 سلعة. المهم برضو كمان في الحتة دي، الأسعار بتاع هذه السلع اللي هي تقل عن مثيلاتها بالفعل في السوق الحر بره عن من 25% إلى بعض السلع تصل إلى 30%. يعني لو شفنا مثلا السكر النهاردة المعبأ بيباع في البطاقة التموينية للسعر المستهلك 10.5 جنيه، الزيت الخليط العبوة 800 جرام بالزجاجة ب 23 جنيه، الأرز المعبأ الواحد كيلو بيتباع للمواطن ب 10.5 جنيه، المكرونة 400 جرام ب 5.25 جنيه، المكرونة ال 800 جرام ب 10.5 جنيه، العدس المجروش النص كيلو ب 11 جنيه، ويصل ثمنه بره دلوقتي او على الاقل مثلا من 12 الى 13 جنيه، الفول المعبأ 500 جرام ب 7.5 جنيه، وهكذا. فاحنا نلاقي في فروق اسعار كبيره جدا في سواء السلع الاستراتيجيه الاساسيه او السلع، حتى اللحوم والدواجن والاسماك. النهارده اللحوم الطازجه السوداني ب 115 جنيه للكيلو، مثلها في السوق بيصل الى 160 جنيه. اللحوم المجمده مع فخامه معالي الدكتور الوزير علي المصلحي للمره الثالثه خفض سعر اللحوم من 90 جنيه الى 85 الى 79 الى اخرها الى يوم 18/8، ووصل التخفيض السعر من 79 جنيه الى 72 جنيه. النهارده عندنا الحمد لله توافر كبير جدا من كافه انواع السلع، وأرصدة هذه السلع لا تقل عن 6 شهور. واللي يمكن أقول مثلا عندنا في اللحوم الطازجة السوداني في تعاقدات وفي كميات موجودة بالفعل في المحاجر والمجازر تصل مدى كفايتها إلى نهاية 2025 إن شاء الله، لو الله ربنا ادانا العمر بإذن الله ما شاء الله. طب آخر حاجة باش مهندس، مش عايز أطول عليك، في ناس كتير تسألنا إمتى أقدر أضم أولادي على بطاقة التموين؟ والله في اوقات بيبقى بيحددها معالي الوزير للاضافه، ودي بتبقى اوقات محدده وبيعلن عنها. لكن شروطها ايه؟ نعم فندم، لكن الشروط بتاعتها ايه؟ والله بص حضرتك، احنا النهارده عدد المستفيدين من بطاقه الدعم زي ما قلت للمعاليك 64 مليون مواطن، فكل ما بيسمح الدعم بزياده باضافه الاطفال او الجدد او المستفيدين، بيتم تنقيه البطاقات باستمرار بحيث ان الدعم يصل للمستحقين، ويتم اضافه الاطفال او المواليد الجديده بتوجيهات طبعا من معالي الوزير بيصدر تعليماته في هذا الشان. اللي عايز اقوله حضرتك كمان، الحمد لله احنا يعني زي ما احنا وفرنا السلع بنوفرها كمان بجوده عاليه جدا، بنوفر كل ما بيتم مثلا في زياده في سعر معين في سلعه معينه بيتم ضخ كميات كبيره جدا لاحداث التوازن السعري لهذه السلعه والحد من زياده السعر او على الاقل تخفيض هذا السعر. وكان مثال مثلا لسه مثلا طبق البيض اللي كان وصل في بعض الاحيان ل 75 جنيه و80 جنيه لما تدخلت الحكومه والدوله ممثله في الشركه القابضه والشركات التابعه ليها، وصل كرتونه البيض الى 65 جنيه، النهارده وصل ل 58 جنيه الحمد لله. يعني انا لو رحت منافذ وزاره التموين مثلا مجمعات وما الى ذلك او وزاره الزراعه هلاقيه ب 58؟ ان شاء الله وسعادتك الحمد لله النهارده كاميرات الميديا كلها والقنوات التلفزيونيه بتخش بالفعل تصور وتسجل يعني على الواقع وعلى الطبيعه الكميات من السلع، التنوع السلع، جوده السلع. انا 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 باشمهندس بسال ده ليه؟ يعني بسال على السعر، حضرتك عارف طبعا انه قصه اسعار البيض دي دايما بتعمل مشكله. انا بسال ده ليه؟ احنا على القناة الأولى يعني بتاعة مصر، يعني أهالينا لو إحنا قلنا لهم على الهوا هتخش المجمع تجيبها ب 58، يبقى ده معناها إنه هيخش أولا يلاقي أطباق البيض، ثانيا يلاقيها ب 58. بالفعل احنا والله زي ما قلت سعادتك كاميرات التلفزيون بمختلف القنوات والميديا كلها بتخش وبالفعل بتصور على الطبيعه وفي الواقع الفعلي وبتلاقي كده. طبعا الاسعار البيض دي بتتاثر طبعا زي ما انت عارف
بالبورصه بتاعت الدواجن وسواء صعود او هبوط، لكن الحمد لله بقينا كميات كبيره وقدرنا نسيطر على الاسعار والحمد لله. قدها وقدود جنيه او تقل جنيه، لكن المهم ان يبقى متوافر وبجوده عاليه وباوزان. طبعا وزن طبق البيض الحمد لله بيوصل من 1850 الى 2100 جرام الوزن الطبق، وده وزن مثالي جدا للبيض ان شاء الله. طبعا انا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر للمهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركه العامه لتجاره الجمله بوزاره التموين. اطمئنوا لو سمحتوا، اطمئنوا، خلينا نبقى هادين، مفيش اي حاجه على الاطلاق تقلقك خالص، بالراحه، خد الامور بالراحه.